خليني اخدكم على مسجد سيدنا الامام ابن الامام الحسين بن علي بن ابي طالب. المسجد بتاعنا اللي موجود عندنا في منطقه الحسين، انتوا عارفين كان اتقفل شويه علشان يتعمل له بقى تجديدات وترميمات وما الى ذلك. وبيني وبينك انا واحد من الناس اللي قلت ايه يا جماعه، هو هيتجدد دلوقتي؟ طب كانوا بس يعني ايه يرجئوا هذه التجديدات لحين الانتهاء من الشهر الفضيل وبعدين نبدا التجديد. وكان متحدد ميعاد، بالمناسبة تم افتتاح المسجد أمام المصلين أمام الزائرين بتجديدات شاملة وقبل الموعد المقرر، فنقدر نستمتع بالصلاة في الحسين ونزور حبيبنا سيدنا الحسين زي ما احنا عايزين. هتبقى بص ده الشكل بتاع الجامع من جوه، حاجة حلوة حلاوة، حاجة في منتهى الجمال. مش بس التجديد، خد بالك كمان بقى ايه من الصيانة والنظافة وكل الكلام اللطيف ده. يعني مش بس جددنا المكان، لا ده احنا بنحافظ عليه علشان يفضل دايما في ابهى واجمل الصور اللي بتليق اولا بآل البيت وبسيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، وتليق كمان بعظمة مصر اللي بتحافظ على تراثها واللي بتحافظ على المساجد والمقامات واللي بتحافظ على مساجد آل البيت الشريف. طبعا انت خدت بالك وانت شايف انه واضح انه في كمان جاليات من الدول الإسلامية كانوا، يعني انا شايف ناس كانت معدية غالبا يعني من اندونيسيا او ماليزيا ايا كان، مش دي القصة على الإطلاق. القصة كلها تتعلق بأنه واحد من أجمل وأروع مساجد مصر المحروسة وهو يعاد مرة تانية إلى بهائه القديم. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أهلا بيك معانا يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف وكل الساده المشاهدين وكل مصر يا رب دايما وابدا في خير وسعاده وهناء. اللهم امين اللهم امين. كلمنا يا دكتور على الجمال والعظمه في هذا المسجد الرائع العظيم، وهل هيبقى فيه فعاليات تقيمها الوزاره خلال الشهر المبارك في هذا المسجد، وايضا الجدول بتاع فعاليات الوزاره اذا امكن بشكل عام؟ والله يعني انا عايز اقول لحضرتك كانت الناس كلها متشككه زي ما قلت حضرتك، والناس كلها كانت زعلانه من الاوقاف، انتوا ليه تقفلوا المسجد وشهر رمضان داخل علينا، كنتوا سبتوه وتشتغلوا فيه بعد شهر رمضان. لكن طالما انت مع في ايد قواتنا المسلحه انت في مأمن وفي امان. احنا من خلال برنامج حضرتك احنا بنقدم كل الشكر والتقدير اولا لسياده الرئيس على اهتمامه الكبير بتطوير مساجد اهل البيت وسرعة إتمام أعمال هذه الصيانة، وكل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة لأنه كان تحت إشراف كامل ودقيق جدا للهيئة الهندسية اللي في وقت قيادتي. النهاردة حضرتك أنا بالفعل النهاردة كنت في المسجد وكنت شايف البهجة والسعادة، وعايز أقول لحضرتك يعني دايما أنت بتبقى عارف البكاء اللي بيبقى من الحزن أو من الفرح، في ناس كثيرة النهاردة في المسجد كانت بتبكي فرحا لما شفت المشهد العظيم والمسجد هذه الفخامة وهذا الجمال وهذه الحضارة اللي بتدل على عراقة الشعب المصري الأصيل وعلى اهتمام مصر كلها بمساجد آل البيت. وزي ما حضرتك قلت كان في جنسيات كثيرة النهاردة في المسجد كانت فرحانة وبتصلي في هذا الصرح العظيم وفي هذا الافتتاح الكبير. تمت الحمد لله صلاة التراويح على خير، وأنا كنت من ضمن الناس الرواد اللي صلوا النهاردة وكان مشهد عظيم جدا. يا بختك يا مولانا، والله دي حاجة تفرح. طيب ايه فعاليات الوزارة بإذن الله في المسجد خلال شهر رمضان، او فعاليات الوزارة بإذن الله يعني خلال ال 30 يوم او ال 29 يوم اللي فاضل لنا من الشهر الفضيل؟ احنا على العموم احنا يعني السنة دي تختلف عن العام الماضي، فعاليات السنة دي الحمد لله درس في صلاة العصر وفي درس في خاطرة في صلاة التراويح، بالفعل كان في خاطرة النهاردة في مسجد مولانا الإمام الحسين. زيادة على أن مع هذه الدروس ومع هذه الخواطر أيضا تم فتح باب مصلى السيدات، وأصبح إن شاء الله بإذن الله في درس للواعظات المتطوعات أو المعينات من وزارة الأوقاف بيبقى في صلاة الظهر. والحمد لله الأجواء الرمضانية الجميلة الرائعة فيها تلاحم كبير أيضا من الشعب المصري. احنا بنشوف النهاردة على أرض مصر اللحمة المصرية في ظل الظروف اللي العالم كله بيشهدها، شعب مصر هيفضل طول عمره فياض وطول عمره صاحب كرم وجود، وطول عمر الشعب المصري بيثبت في كل الأزمات
ان هو ايد واحده في مواجهه كل التحديات والصعوبات بعون الله سبحانه وتعالى. انا بشكرك جدا دكتور هشام، كل الشكر للدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف، وباذن الله هذه اليد يعني تمتد باذن الله سبحانه وتعالى بالترميم وبالتجديد وبالصيانه الى بقيه مساجد آل البيت. يمكن انا كنت في حدث غير جيد في مسجد السيده نفيسه يوم الخميس صباحا، حدث وفاه يعني وجنازه رحمه الله على الجميع، لكن احب برضو ان احنا هذه اليد تمتد الى السيده نفيسه والسيده عائشه وما الى ذلك. مهم عندنا قوي 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 السيده زينب برضو، عايزين نجدد كل مساجد آل البيت، يعني ده دول اللي مبركلنا هذه البلد بجد يعني.